يعني دولة ماكو دولة بالقرآن خطفوا البنية وهسه صوبوا اثنين بنات عندنا وصوبوا ابوي بالشارع بنص النهار بالشارع وما حد يحاكيهم؟ لا أحد يجرؤ ولن يسمعك أحد، فحكومة الميليشيات فوق القانون وعمليات الاختطاف في ظل الانفلات الأمني وفوضى السلاح مستمرة مع فتح المجال أمام عصابات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة لخلق مزيد من الفوضى واستنزاف حياة وأموال العراقيين. تاريخ الميليشيات الولائية الحافل بعمليات الاختطاف والتغييب القسري بدوافع طائفية لعشرات الآلاف من أبناء المدن المنكوبة وما تلاها من عمليات اختطاف بدوافع سياسية طالت ناشطين وصحفيين كما حصل مع الناشط البيئي جاسم الأسدي ومن قبله الصحفي باسم الزعاك والمحامي علي شاسب جعلت من هذه الميليشيات قوة إيرانية ضاربة في العراق لتنفيذ أجنداتها وإسكان الأصوات المناهضة لمشروعها الطائفي في العراق. دون أرقام النور. عملية اختطاف على طريقة أفلام هوليوود في منطقة البلديات شرق بغداد على يد العصابات العابثة بأمن المواطنين تفضح ادعاء الحكومة باستتباب الأمن بعد أن نفذت بسيارة لا تحمل لوحات تعريفية وليس لها أي بيانات في دائرة المرور وفقا لمصادر محلية مقابل صمت مطبق لحكومة الإطار عن الإرهاب الممارس من قبل عصابات الاختطاف صباح مساء والتي عادة ما تكتفي بفتح لجان تحقيقية دون أي نتائج تذكر في محاولة لامتصاص غضب الشارع وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقول المثل الشعبي فثمة ما يفسر هذا الصمت المريب بعد أن كشفت الوقائع في كل مرة تورط منتسبين بالقوات الحكومية أو بتواطؤ منهم في عمليات الاختطاف التي تنفذ في العادة بسلاح وعجلات الدولة في ظل سلطة قضائية متهمة بتكريس سياسة الإفلات من العقاب وحماية الخاطفين كما حصل مع ابن مدير شرطة الأنبار السابق مصطفى هادر زيج الذي ظهر في مقطع مصور وهو يستجوب ويعذب فتى داخل منزله عقب اختطافه ليتوارى عن الأنظار جراء المطالبات الشعبية بمحاسبته قبل أن يعود لممارسة عمله الأمني بعد أن ضمن صك البراءة من قضاء فائق زيدان.